بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض فيديو كده مختلف خالص، يعني مش طبخ ولا وصفه ولا حاجات من دي. دلوقتي الفيديو ده يعني ايه؟ تصفيه محل، ماشي، بتاع ملابس. شويه ملابس كده يعني مش كتار قوي، يعني بساط يعني، وفي نفس الوقت ايه يعني اللي هم بتاع موديلات كرداسه والحاجات دي وموديلات هندي، يعني هم خاماتهم جميلة جدا، يعني خاماتهم حلوة. يعني احنا هنقول خامات شعبية شعبي، مش هنقول خامات حلوة، بس هم فيهم خامات يعني لوكس وفيهم خامات يعني متوسطة، ماشي، بس احنا هنقول شعبي، يعني مش هنقول ايه لوكس، لان احنا هنبيعهم بأقل سعر من يعني موجود. دلوقتي هنبدأ مع بعض بيهم في الأسعار معاكم ب20 جنيه، ماشي. دلوقتي هنا فيه دي جيبات، جيبات تنفع المدارس بقى البنات كده، دول اربع جيبات هنا، دول اربع جيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة لون بيج، جداد طبعا مش مستعملين، بصوا في اللون الكحلي واللون البيج واللون البني، في اربع جيبات. الأربعة دول الواحدة ب20 جنيه، يعني الأربعة ب80 جنيه، يعني خامة حلوة وجميلة، يعني مش من هما بتوع المدارس، خامتهم حلوة وجميلة أوي، يعني مش خامة وحشة، ماشي. احنا هنبيعهم بسعر الشعبي دلوقتي. ايه على الطبيعة اهوت، الخامة قدامكم على الطبيعة. عندنا هنا كمان بقى دلوقتي دولت جلاجل كده، شنط صغيرة كده من نص كوب ب25 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو، بصوا الكم بتاعها كده اهو، هما دول خلي بالكم يعني الجيبات والجلاليب الصغيره دي اللي هي الصيفي دي، النص كم دي اقل خامه في الخامات، يعني دولت اقل حاجه في الخامات، ماشي. ده بقى الواحد ب25 جنيه. عندنا هنا اللون الفوشيا ده، ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يعجبه حاجة بقى ايه يصورها، ياخد سكرين شوت من الفيديو ويبعت لي على. بس بقى في اللون الاسود، بسم الله الرحمن الرحيم، مطول بس المقاس بتاعهم صغير، يعني بصوا ميديم كله ايه مقاس صغير. اللون ده كمان اهو كله نفس الايه نفس المقاس، بس ايه الالوان مختلفة. عندنا في هنا كده اتنين فوشيا واتنين اسود، لا ثلاثة اسود، ماشي، ثلاثة من اللون الاسود واتنين من اللون الفوشيا، واحدة من اللون هو الايه جنزاري ده ولا بترولي، شوفوا بقى انتوا بتقولوا عليه ايه، هو جنزاري وفي ناس بتقول عليه بترولي، شوفوا بقى ايه هو اللون ده، ماشي. دلوقتي في خمس ست قطع، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة الواحدة ب25 جنيه، يعني الستة ب150 جنيه، الاتنين ب50 جنيه، يعني اللي عايز اتنين ب50 جنيه ماشي، اللي عايزهم كلهم طبعا ماشي، طب يعني حسب اللي انتوا عايزينه. دلوقتي هنا بقى ايه عندي بقى دي عباية برضو قطن كده، بسم الله الرحمن الرحيم، دي بقى ايه مقاسها كبير بقى، واحنا يا اما مقاس كبير قوي قوي يا مقاس ايه صغير قوي، هو المقاسات مكسرة، ماشي. بصوا المقاس يلبس حوالي 120 كيلو او 130 كيلو اهو، بس بقى هو كان فيه منها اللون الاصفر واللون الاحمر، بصراحة هو مفضلش غير اللون الاحمر. في منها كام قطعة؟ منه 3 قطع والثلاثة لونهم احمر، مفيش منهم الوان تانية، هو كمان اللون الاصفر واللون الاحمر، دلوقتي مفيش ايه غير اللون الاحمر. دلوقتي بصوا بقى في ده مقاس بناتي كده صغنون كده جميل اهو، ده جميل قوي، يعني هو بصراحة انا واخدة منه بدل الواحد 3، هو بصوا يعني ايه شكله كده من غير اللبس شكله عادي جدا، واللي يشوفه يقول يعني موديل، يعني موديل هو كده شبه الخليجي شبه العرباوي الصعيدي، الموديلات الصعيدي يعني ليه استك من هنا من النص كده
ماشي. والكورنيش السفرة اللي هي بتاعت زمان دي، اللي كانوا بيعملوها زمان دي، هو شكل يعني شكله كده يعني عادي خالص، بس في اللبس بيبقى جميل جدا. انا واخداه، واخده منه 3، بينفع بيت وخروج. انا بصراحة واخده 2 بلبسهم في الخروج، واخده 1 بلبسه في البيت، اللون ده بلبسه في البيت، لكن واخده 2 بلبسهم في الخروج. فستان جميل جدا وشيك جدا جدا في اللبس، يعني في اللبس بيبقى حاجة تانية. في حاجات ما بتبقاش يعني ما بتبانش غير في اللبس، يعني الموديلات دي كلها ما بتبانش غير في اللبس. في اللبس بتبقى حاجة تانية خالص خالص خالص، بتبقى جميلة جدا. دلوقتي ده بقى ايه، ده ب75 جنيه. انا ما ماشي، انا ما قلتش على التاني الاحمر بقى، معلش انا نسيت اقول لكم على الاحمر ده بكام. الاحمر ده برضو ده ب75 جنيه. اهو بصوا، كل ده ب75 جنيه، يعني الاتنين ب150 جنيه، والواحد ب175 برضو، وده برضو ب75 جنيه. الاحمر خامته قطن، ده خامته قطن ماشي، وده خامته سوفت، خامته جميلة جدا جدا. بصوا يعني خامته حلوة قوي قوي، يعني خروج جميل جدا جدا. والله العظيم انا جايبة يعني فستان يعني ب170 جنيه، اغلى منه، بس ده قايم شكله في اللبس اكتر من التاني. يعني التاني قطن وكده، بس شكله مش قايم وجميل زي ده. يعني ده في اللبس بيبقى حاجة تانية، يعني لو بنوتة لبسته هيبقى جميل جدا عليها. ماشي، ده ب75 برضه. بصوا بقى حلوين، الموديل الجميل ده موديل رقيق وجميل جدا جدا جدا. انا فرحت قوي ان انا لقيت منه على مقاسي، لانه رقيق قوي قوي وشيك جدا جدا في اللبس. بصوا تحفة، هو الكم بتاعه بأستك من هنا كده، وواسع كده من هنا من الحتة دي، وعليه الحتة الرقيقة دي كده وهنا بس. شكله شيك جدا جدا في اللبس وجميل، وهو اصلا خامته خروج، يعني عايزة تلبسيه في البيت البسيه، عايزة تلبسيه في الخروج البسيه. ماشي، ده جملته اصلا يعني كان غالي جدا، لان ده خامته سواي، اللي هو ايه، اللي هو الكريشة، اللي احنا بنقول عليها كريشة. ماشي، في ناس بتقول عليها سواي، وفي ناس بتقول عليها كريشة. فهو ده خامته كريشة اهو، بس هو يعني مقاسه يعني ايه صغير، نفس المقاس كده اهو، مقاسه اللي يعني يلبس بالكتير 70 كيلو، ما يلبس مقاس كبير. ماشي، في منه اللون ده واللون ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي فايدين اللونين دول. تحفة تحفة تحفة، شيك ورقيق جدا جدا. بصوا رقيق قوي، والالوان كلها يعني بصوا جميلة جدا، لايقة على بعضها ازاي. يعني بصراحة انهم عاملينه اهو، بصوا هنا كمان الكم عامل ازاي بأستك من هنا اهو، وفي الحتة الرقيقة كده دي عليه مع الكم من هنا، واهو بس هو ده يعني ما فيهوش اي شغل خالص، بس وشكله جميل جدا جدا ورقيق قوي قوي. ماشي، ده ب100 جنيه. ده طبعا كان يعني بيتباع غالي جدا جدا، لان ايه خامته خروج، وهو اصلا يعني الكريشه بتبقى غاليه، او السواي ده بيبقى غالي. ماشي، في هنا بقى ايه، دول اتنين قطعتين، اتنين بس، اللون النبيتي واللون اللي هو الايه الكشمير الفاتح ده. بسم الله الرحمن الرحيم، في بقى دي كمان. بسم الله، انا بوريكم على الطبيعه. بصوا كده يعني مش بحط لكم صور كده وخلاص، واقول لكم اهو الشكل في الصوره. يعني انا عندي هنا اهو دلوقتي اهو الحاجه دي، دلوقتي انا هوريه لكم، ده موديل هندي جميل، يعني هوريه لكم اهو في الصوره شكله ايه، تحفه تحفه تحفه، بس انا هوريه لكم في الحقيقه وفي الاصل، لان انا اصلا ده يعني انا بصراحه هوريه لكم في الحقيقه. هو دلوقتي شكله باين ايه، ان الخامه بتاعته ايه، اللي يشوفه كده يقول ده قطيفة. ماشي، بس هو مش قطيفة، هو خامته يعني مش قطيفة. هوريها لكم لما اجي اوريه لكم دلوقتي، هوريه لكم مع الطبيعة. في هنا برضو الموديل ده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الموديل ده جميل 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 بصراحة، كان نفسي يبقى فيه منه على مقاسي، لانه عجبني جدا 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 بصراحة. انا كان فيه منه الصور بتاعته، وفي اللبس تحفة تحفة تحفة، هو هو شغله كتير وجميل، بس تحفة في اللبس، منتهى الشياكة، روعة روعة روعة. بس هو يعني هو الشغل بتاعه يبان كتير وكده، بس يعني في اللبس خرافة بصراحة. وخامته برضو قطن، والالوان كلها برضو يعني لايقة مع بعضها، الاسود طبعا ملك الالوان، بيليق معاه كل الالوان.
ماشي. وهو برضو المقاس برضو ايه مقاسه صغير خالص، اصغر مقاس ميديوم يعني. في برضو هو منه الاسود وفي منه لينين اتنين، الاسود في منه اتنين وفي منه الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، في منه ده بسم الله الرحمن الرحيم الجراي او الرصاصي بقى، احنا كنا بنقول زمان بنقول عليه رصاصي ماشي. اهو هو اللون الجراي او الرصاصي اهو، شكله جميل 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 جميل. بص الالوان كلها بقى يعني الالوان لايقه على بعضها ازاي، ماشيه مع بعضها وشكلها تحفه والله العظيم. ده كان بصراحه في يعني الموديل كانت لابساه كان روعه روعه روعه، شيك جدا جدا، مقيم قوي قوي بصراحه. انا ده لو كان مقاسي ما كنتش سبته بصراحه، لانه كان لانه شيك جدا وجميل في اللبس قوي، وخامته قطن 100%. اهو في عندي دلوقتي فاضل برده اتنين تلاته، اتنين اسود ماشي، قطعتين من الاسود وقطعه من الايه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو نفس المقاس برده الثلاثة ميديوم نفس المقاس، يعني المقاس يعني يلبس اكتر حاجة 70 كيلو، يعني لو اقل من 65 ل70 بالكتير، هيلبست اكتر من كده ماشي. كل ما الواحدة ما تبقى رفيعة هيبقى عليها احلى يعني ماشي. وعايز بنات يعني بصراحة، عايز بناتي او عرايس لسه صغيرين كده ايه، لسه يعني متجوزين جداد صغيرين كده ايه، هيبقى عليهم شيك وجميل جدا. ده برضو ب100 جنيه، خامة قطن 100%، تحفة تحفة تحفة، هيعجبكم قوي لما حتى يعني الخامة تحفة وشكله في اللبس رائع رائع، الحاجات دي بتبقى جميلة جدا في اللبس ماشي. في منه بقى 3 قطع والقطعة برضو ب100 جنيه. بصوا بقى يا حلوين الموديل ده، موديل جميل كده اهو، يعني اسمه الموديل النصين. بصوا نص ابيض سادة ونص ايه منقوش، اسود اسود فابيض منقوش كده ماشي. ومن ورا اهي هي فعلا، بص الجيب ده جميل، شكل الجيب ده برضو جميل جدا كده اهو، بص شكله جميل اهو، والسيرما دي الحاجات دي كلها جميلة جدا يعني اهو. بص بقى هنا برضو على الكم، يعني حاجة بسيطة خالص اهي، مفيش نفس الشغل برضو على الكم منها، نفس الشغل كده اهو، السيرما كده ايه رقيقة كده خالص وبسيطة. وعلى الكولا برضو اهي، وده مقاسه 2 اكس ماشي. والظهر بتاعه اهو، بسم الله انا هوريكم كل حاجه في الموديل عشان ايه يبقى واضح زي الشمس اهو. ومن قدام نص ونص، ومن ورا ايه كله ايه ابيض في اسود كده ماشي اهو. شكله بيبقى جميل جدا في اللبس وشيك اوي يعني ولذيذ يعني، ومشهور هو الموديل ده مشهور جدا في كيرداس. ده برضو ب100 جنيه، في منه ايه قطعتين، القطعة يعني الواحد 2 اكس لارج ماشي اهو، يعني في هما الاتنين 2 اكس برضو نفس المقاس ماشي، نفس اللون اهو، 1 2 اهو، نفس اللون ونفس الشكل وكلهم نفس الموديل وكلهم. من قدام بيبقى نصين كده، نص سادة ونص منقوش، ومن ورا بيبقى ايه كله ايه منقوش. يبقى ده برضو ب100 جنيه، خامته انا بصراحة يعني مش عارفة الخامة بتاعته يعني مش عارفة هي ايه، بس هي مش قطن يعني عاطية على ستان كده، عاطية على حاجة يعني، هو الجزء ده عاطية على ستان ماشي، في قطن يعني ستان في قطن يعني، هو جزء قطن وجزء ستان، او ستان في ستان على قطن ماشي، هو مش قطن مش قطن صافي زي ما زي التانيين اللي قلت لكم عليهم قطن، لا هو خامته يعني ستان، ستان في قطن كده، او خامه تانية مع ستان، ما اعرفش هي الخامه يعني بصراحه خامته، بس خامته خروج يعني، هو خروج وبيتي زي ما انت عايزه بقى تلبسيه، عايز تلبسيه في البيت تلبسيه، عايز تلبسيه في تخرجي بيه عادي براحتك يعني، شوفي انت لبسك وستايلك ايه واستخدميه زي ما انت عايزه. دلوقتي في منه قطعتين، القطعة ب100 جنيه. عندي بقى في الموديل ده، بسم الله الرحمن الرحيم، الموديل ده ده بقى قطن صافي، بصوا حتى الكرمشة بتاعته الخامة لما تكرمش كده
القماشة لما تكرمش كده تبقى قطن 100%. خلوا بالكم يعني لما تلاقوا القماشة تبقى فيها كرمشة كده من التطبيقة بتاعتها تبقى قطن. ماشي اهو ده قطن 100%. ده بقى برضو مفيش غير هو منه اللون ده، اللون الابيض ده، ده اسمه موديل اسمه العنكبوت. بصوا بقى هنا الازرق اللي على الصدر كده اهو، ماشي، وفي برضو على الكم برضو نفس الشكل، والكم بتاعه من هنا ايه يعني ضيق، مش بصوا اهو دي كده يعني حز كده صغير كده خياطة من جوه يعني كده شكلها عاملة يعني ايه شكل يعني كده في اللبس، تبقى عاملة شكل في اللبس كده يعني ستايلين حلو في اللبس. بصوا هنا اهو ماشي نفس الشكل برضو على الايه على الكم التاني اهو اهو. بصوا يعني واضح هو واسع من واسع من فوق شوية كده يعني يبقى مظبوط على على الدراع نازل يعني ايه واخد شكل الدراع يعني شكل الايد اهو. وبرده مقاسه 2 اكس ماشي، هو مفيش غير اللون ده ومفيش غير هي القطعة دي برده ب100 جنيه. بصوا بقى الموديل ده، الموديل الهندي الجميل ده تحفة، هاند ميد، روعة روعة روعة، جميل جدا. بصوا اهو في منه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جميل جميل جميل. بصوا السرمة الشغل بقى اليدوي الجميل ده شغل رائع. بصوا ما شاء الله جميل جميل جميل، شكله تحفة تحفة في اللبس، جميل قوي قوي. ماشي ده خامته ستان يعني الخامة بتاعته ستان، مش هو شكله كده اللي يشوفه كده يقول ده قطيفة يعني، ممكن اللي يشوفه يقول القطيفة من اللي هي الزبدة، لكن هو خامته ستان. ماشي بصوا هنا على الكم ليه فتحة بسيطة كده من تحت هنا عند الكم من تحت، بصوا شكله جميل جدا اهو. بصوا برضو الكم التاني نفس الشكل كده، شكل وردة كده جميل، كل شغل يدوي يعني جميل جميل رائع تحفة. ده اهو ده جميل جدا اهو. بصوا في اللبس بقى شكله لبس جميل قوي، شكله جميل جدا في اللبس، والالوان بتاعته هو ده اللون ده، في اللون ده وفي اللون ده برضه اللونين ده وده اه، في هنا منه اللون ده برضه اهو ماشي نفس الموديل، وفي اللون ده ده ماشي موف، والفوشيا الفاتح الفاتح. بصوا بقى البنطلون بتاعه شغل جميل جميل جميل، شغل الهندي ده رائع جدا يعني، بيبقى كله بصوا شغل يدوي جميل تحفة. بصوا شكله جميل جدا جدا اه، البنطلون كله عليه من فوق لتحت اهو، شكله شغل يدوي جميل كده سرمة كده، وشغل جميل قوي اهو، شيك جدا جدا، بيبقى جميل في اللبس. ماشي هو ايه مقاسه يعني مش بصراحة هو مش عايز يعني واحدة تخينة قوي، هو مقاسه ايه مقاسهم مش ده مش مقاسه ده مقاسه كام مش باين فيه، هو ده يلبس يعني. بصوا هو ده مش مكتوب عليه المقاس، لكن التاني ده في واحد مكتوب عليه اه هنا صح المقاس هنا على الله، وده مقاسه يعني مقاسه صغير مش مقاسه كبير اهو، نفس الشكل كده يعني لبس برضو. هوريكم اقول لكم حوالي كام كيلو يعني بالكتير برضو يعني نقول 70 كيلو عشان يبقى مظبوط قوي، لان هو الموديل يعني هو واسع. بصوا من تحت من تحت نازل بوسع، وبرضو ليه فتحتين كده اهو فتحة من بصوا الشغل بقى من جوه اهو يعني كله بصوا جميل جدا، هو بصوا مفتوح من تحت كده من الجنبين ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده، فهو عايز واحدة تكون مش مليانة من فوق يعني عند الكتاف بتاعتها تكون مش عريضة، وهيبقى جميل جدا عليها يعني بتاع 70 كيلو نقوله 70 كيلو او 75 كيلو بالكتير، لكن اكتر من كده لا. ماشي في منه بقى اللونين ده برضو ب100 جنيه بدل 150 جنيه يعني جملته كان ب150 جنيه ب100 جنيه بس. في منه موديل تاني اهو، ده الموديل ده بقى تاني موديل مختلف. بصوا حتى بصوا التيكت بتاعه 150 جنيه كانوا، ده كان الجملة بتاعته اصلا من محل الجملة ب150 جنيه،
ماشي. دلوقتي اهو في بقى الموديل ده اللي هو اللون ده، نفس الموديل ده بس ده 3 اكس، ده كبير بس ايه برضو عايز عايز واحدة برضو تكون ايه مش يعني الكرش مش عريض. بصوا اهو، بصوا المقاس اهو، يعني ده يلبس بالكتير خالص 80 كيلو، عشان خاطر هو من فوق هنا من الحته دي من عند الكم، من عند الكم هنا من تحت الكم والحته دي والصدر، يعني الحته بتاعت الصدر هنا ده دي بتبقى ايه مش واسعه قوي اهو، نفس الشكل كده اهو. يعني هو هنقول 80 كيلو بالكتير، ده 3 اكس اهو مكتوب عليه 3 اكس اهو، ماشي. ده 3 اكس اهو برضو نفس الشكل برضو نفس الايه اهو نفس الشغل برضو كده، فتحتين من تحت كده برضو اهو الشغل، بصوا يعني مبطن وجميل اهو، ماشي. البنطلون بتاعه نفس الشغل برضو اهو، ده بقى شغله بقى ايه من تحت بس، يعني الشغل بتاعه هو البنطلون كله سادة بالشكل ده اهو، وبس الايه من تحت بس الرجل من تحت خالص بس هي اللي فيها ايه الشغل، يعني ده برضو شغل رقيق كده وجميل وبسيط اهو. يعني ده 3 اكس وده 1 اكس، ماشي، اكس لارج وده 3 اكس لارج، ماشي. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وبرضو القطعة ب100 جنيه برضو، ماشي، بدل 150 جنيه. اتمنى ان شاء الله يعجبكم، وهبقى انزل لكم برضو الصور، اللي يعوز حاجة يعملها سكرين شوت ويبعت لي ايه في التعليقات، وانا هحط لكم لينك كمان للتليجرام تبعتولي عليه لو عايزين يعني حاجة، تبعتولي عليه تاخدوا سكرين شوت وتبعتولي عليه اللي انتوا عايزينه، وربنا ان شاء الله سهل ابعتهولكم شحن بإذن الله في اي مكان انتوا عايزينه. مع السلامة.